كل إنسان له شخصية وطابع وروح، وجه الإنسان أكثر شيء يعبر عنه. وعشان تغيرين أي شيء في شكلك لازم يكون متجانس مع روحك وشخصيتك. ما تكونين شبه أحد، ما تكونين نسخة كوبي بيست من صورة أو فنانة أو أي شكل أحد ثاني، حتى لو كنتي تحبينه. كوني أنتي، أنتي وبس، بروحك وطعمك وشخصيتك، بس زيدي جمال. هلا هدى. أهلا وسهلا سمر. سمر، زي ما تعرفين أن الشفايف جزء مهم من جمال المرأة وسحرها، وصاروا السيدات ما يحبون الشفايف النحيفة والباهتة، والحين صار في تقنيات كثيرة، أنواع كثيرة من الشفايف بعد، هوليد ستايل وباريس ستايل وغيرها. والحين كل اللي عليك أنك تروحين المكان الصح وتختارين الدكتور الشاطر اللي يعرف أي نوع يناسبك ويناسب شخصيتك بعد. جينا للدكتور فادي نصر عشان نعرف إيش الأخطاء الشائعة في عمليات تكبير الشفايف وإيش هي آخر صيحات والتقنيات. وأهم شيء أن كل واحدة تشبه نفسها، ما يكونون نسخ مكررة من بعض. شرفتونا بالتأكيد، وأعتقد هذا موضوع نسمع فيه كتير، راح نحكي فيه بالتفصيل اليوم. دكتور، بداية يمكن صرنا نشوف البنات كلهم يتشابهون، أو هذا الاعتقاد السائد، هل فعلا هالكلام صحيح؟ لا بالتأكيد أنا برأيي مش صحيح أبدا، بس تأكيدا لحكيك، أنا هلا اللي بشوفه إنه كتير صبايا حاليا للأسف بيجوني وجايبي لي صورة واحدة من المشاهير وإنه يا ريت تعملني مثلها. أنا لا بالتأكيد بشوف هذا شيء خاطئ وشيء مش أصلا مش بطبيعة البشر إنه يكونوا كلهم بيشبهوا بعض. أنا ما أشوف إنه كلهم زي بعض، بس يمكن بعض التقنيات اللي يستخدمونها بعض الدكاترة متشابهة فيطلعون نفس النتيجة، صح ولا لا؟ لا، أنا الحقيقة في فروقات كتيرة حتى ما نعطي نفس الشكل لنفس الناس خاص، وهذا الشيء بيعتمد بشكل أساسي على أول شيء على المواد اللي بنحقنها. في كتير مواد بنحقنها، في منها فيلر، نوعيات فيلر جديدة لكل منطقة في الجسم أو في الوجه بيكون في نوع خاص من الفيلر، وفي تقنية خاصة بالفيلر. والأهم من هالشيء إنه دائما لازم نحط بعين الاعتبار إنه في أشكال مختلفة للفيلر الناس، فمش منطقي أنا نفس التكنيك ونفس المواد أحقنها لنفس عدة أشخاص أو عدة أشخاص مختلف وجوههم مختلفة تقاسيمهم. ويمكن دكتور المبالغة بعض الأحيان، يعني في بنات صار عندهم هوس كل شهر ولا كل شهرين تجيك العيادة مثلا، صح، تقول لحقين لي هل توافق؟ إدمان، إيه تصير هذه حالة إدمان. أيوة، وفي ناس بتحب إنه يبين إنه يبين اللي عملته. أنا برأيي هذا شيء خطأ. الأصل في التجميل هو التجميل، لو كان الأصل في التغيير كنا سميناه علم التغيير وليس علم التجميل. مرة تانية، مش الهدف إطلاقاً سمر، وهذا مش هدف إطلاقاً إنه نغير الشكل اللي إحنا فيه، هدف إنه نضيف لمسة جمالية عليه. هذا شيء له عدة عوامل، له الذوق الخاص وذوق الدكتور بحد ذاته، يمكن يلعب دور كمان كيف بيعطيك النتيجة اللي مفروض تكون. أنا برأيي الشخصي لازم تكون طبيعية جداً، تعطيك لمسة من الجمال تحليك شوي ما تغيرك. بس دكتور، ما تحس إنه صار شوية يعني عندهم وعي البنات الصغار خاصة إنه طلعني طبيعية كأني ما سويت شيء؟ حديثاً صارت الناس بصحيح، والأخص الجيل الجديد أنا أشوفه ميل أكثر إنه يبين شكله طبيعي بغير مبالغ فيه، إنه أنا ما بدي أتغير، بدي بس يبين حلياني، وهذا هو الصح. يعني حتى أنا أشوفهم صاروا يلجؤون للدكاترة اللي برا اللي مسوين المشاهير الأجانب علشان يقولون إحنا ودنا نكون طبيعيين أكثر، بس يظل إنه نبغى نشبه فلانة. إيه، هذه عقدة عند البنات. صحيح. إيه، بالذات هذول اللي بسن المراهقة، بس ما تلومينهم، يعني كل واحدة يكون عندها واحد نموذج معجبة فيها ودها تصير زيها. أي بس برجع بحكي إنه هو حسب ذوق الدكتور وحسب الطريقة اللي بيحقن فيها بتأثر هذا الشيء على النتيجة. والمصداقية كمان يا دكتور مهمة جدا. بالتأكيد. أكيد. بالتأكيد. طيب دكتور، تشوف إنه ستايل هوليود ولا ستايل باريس الأحسن؟ الحقيقة لا هي ولا هذيك، جديد والحلو والطبيعي جدا اللي بنعمله، شيء اسمه كاندي ليبس، واليوم حنشوف حالة عن الموضوع. يا عيني، يعني الشفايف زي الحلاوة. طيب دكتور، احنا عرفنا منك عن الكاندي ليبس، اشرح لنا اكثر عنها. الكاندي ليبس هو تكنيك بنحكم فيه الشفايف، بحيث اول شيء بنستخدم مواد خاصة وتكنيك خاص، الهدف انه تطلع الشفايف طبيعية جميلة، لونها احلى وشكلها احلى بدون اي زيادة في الحجم، وبدون ما يقولوا الصبايا ايش هذا الدك فيس. يعني بس تغير اللون،
لا بيتغير الشكل ويتغير اللون بصير افضل، لكن الشكل بيتغير بدون ما يصير في زياده في الحجم. يعني اللون يا دكتور يكون فيه زي توريد يتحسن. التوريد بالاضافه للنفخ. لا تمام. وش الفرق طيب بين النفخ العادي وال تمام؟ الفرق بشكل اساسي طريقه الحقن، الشكل النهائي اللي بيتناسب مع شكل شفايفك، لما تبتسمي، لما تضحكي، لما تحكي، لازم يكون بين شكل طبيعي. المواد مختلفه تماما لانه بتساعدنا ان ناخذ هالتكنيك. طيب دكتور، لما نسوي هذه التقنيه هل يتورم مع الفم يعني مده معينه او انه يصير عادي؟ ممكن يتورم لمده يومين ثلاث ايام. لازم نتوقع ان النتيجة اللي بنشوفها اليوم مش النتيجة النهائية، بده ياخذ تقريبا يومين حتى نحصل النتائج النهائية، والحقيقة النتيجة الممتازة بتشوفها بعد اسبوع. نحتاجها مرة واحدة بس؟ لا، كل 6 لـ9 أشهر ممكن نعيد. طب مؤلمة؟ مش مؤلمة اطلاقا. حوريكم تيست رشا. هو الإبر الواحدة شافها يفعل. حأخذك 3 مرات 4 مرات، 1 2 3 4، وأخذتك 4 مرات، حسيت شيء؟ كم تاخذ من الوقت تقريبا دكتور هالتقنية وأنت تسويها؟ 3 دقائق بالضبط. تمام، يعني مره هنشوف. سهله. يس هلا نشوف. هلا طيب، بس دكتور يعني معليش لا تزعل مني لانه يمكن يزعلون مني اطباء التجميل بهالموضوع. الحين النفخ يخلي البنات والسيدات كلهم شبه بعض، اللي حنسويه مش حيسوي شيء، بكل كل وحده شكل هويه. تماما تمام، لانه الكان دبس بيعتمد بالاصل على شكل الشفايف الاصلي، والمواد اللي بنستخدمها بتنسجم مع شكل الجسم. يعني ما في نسخ هذه المكرره. لانه بالاصل عم نعمل انهانسمنت لشكل الشفايف الاصلي، فهذا ما حيترك اطلاقا تشابه بين شيء. صراحه انا مره متحمسه اني اشوف النتيجه. خلصنا يا صبايا، مثل ما شفتوا خلال 3 دقائق خلصنا التكنيك ونشوف النتيجة تقريبا مباشرة. ما شاء الله، يعني إذا الحين كذا مو مورمة، تورمة شوي صغيرة، حتتحسن بعد يوم يومين. بس صراحة يعني جدا جميلة، أنا أحب كذا أن تكون الوحدة بشكلها الطبيعي. ما حسيت أبدا أنه وجهها تغير كثير، مجرد لمسات بسيطة. وبعدين يعني بالتدويرة هذه اللي هي غير اللي إحنا تعودنا عليها بالنفخ اللي كذا كبيرة، لا ناعمة وبسيطة ومعطية شكل طبيعي. يعني شيء حلو أن الوحدة لما تسوي أي إجراء تجميلي يكون يخصها هي، يخص شخصيتها، ملامحها، ما تكون تشبه أحد. صح يا سمر، أحلى شيء أن البنت تكون تشبه نفسها. وما شاء الله يعني ما توقعت كذا أنه النتيجة تكون سريعة وعلى طول أني أشوفها. صراحة دكتور شكراً أنك عرفتنا وعرفت كل المشاهدات اللي الحين يتابعونا على هالتقنية، لأنه كل واحدة تحتاج أنه يكون جمالها طبيعي مع لمسات يعني خفيفة ما نقدر نستغني عنها. هذا هو شبنا، تجاه الجمال بالتأكيد. أكيد.